صباح الخير مشاهدينا. تراجع يسيطر على المشهد الاقتصادي ومفاجأة في أسعار الذهب بمختلف أعيرته، وكذلك في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية. التفاصيل والمستجدات الاقتصادية في تغطيتنا الآن. ونبدأ مع حضراتكم بمستجدات أسعار الذهب، والذي شهد تراجعا اليوم وسجل أعلى سعر لجرام الذهب من عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرات الذهب اليوم حوالي 3677 جنيها. أما عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرات الذهب اليوم سجل حوالي 3217 جنيها. ووصل جرام الذهب من عيار 18 الأوسط بين أعيرات الذهب اليوم حوالي 2757 جنيها. وبينما بلغ سعر الجنيه الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم 25736 جنيها. وعن أوقية الذهب، فسجل الذهب سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي نهاية تعاملات الأسبوع نحو 2365 دولارا. وتعتبر هذه الأسعار بدون إضافة المصنعية، وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط. وتتحدد أسعار الذهب وفق عوامل معينة، ومنها معدل سعر الفائدة عالمياً، ويتم تحديد معدل سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. وعادة ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. ومن الذهب مشاهدينا ننتقل للدولار، والآن نستعرض مع حضراتكم مستجدات أسعار الدولار اليوم، والذي شهد تراجعاً جديداً مقابل الجنيه اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك، وذلك بعد قفزات شهدها الأيام الماضية خاصة يوم 24 من يونيو سجل فيها نحو 48 جنيها و46 قرشا لكل دولار، ليهبط اليوم عن 48 جنيها بعد ساعات من صدور بيان البنك المركزي المصري بشن زيادة الاحتياطي النقدي. وما زال الدولار متراجعا بنحو جنيهين و95 قرشا من أعلى سعر سجله وهو 50 جنيها و85 قرشا في مارس الماضي، ليسجل 47 جنيها و90 قرشا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 47 جنيها و90 قرشا للشراء و48 جنيها للبيع. وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 47 جنيها و88 قرشا للشراء و48 جنيها وقرشين للبيع. وفي البنك التجاري الدولي فجاء كالتالي 47 جنيها و90 قرشا للشراء و48 جنيها للبيع. وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46 مليار و383 مليون دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 46 مليار و125 مليون دولار بنهاية مايو السابق عليه. مشاهدينا، هذه كانت مستجدات أسعار الذهب والدولار. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. كانت معكم مريم كمال، شكرا لكم وإلى اللقاء.